أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا معنا مجاهر جديد، أخوي وحبيبي سليك من سوريا. خلونا نرحب فيه أول شيء. أهلا وسهلا فيك سليك. شكرا حبيبي، الله يسعد مساك، اتمنى لك مساء سعيد لك ولكل المتابعين. اتمنى المحبه تراكم جميعا ويكون لقاء سعيد. تسلم تسلم حبيبي تسلم. سليك، يعني نحن بدنا بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم مختصرة طبعا، وعلوة كمان تقولنا شو قصة الاسم سليك كمان. تفضل. شكرا لك. اولا انا كثير بتعرض للسؤال انه شو معنى اسم سليك، او وكثير من الناس بيلفظوا هذا الاسم سليك زي ما انا كاتبه بالعربي. اسم سليك اسم قديم جدا بحياتي، اجى من بعد ميلادي، يعني كان عمري 10 سنوات لما كان بسبب ان انا سريع جدا بركض نمرود، مش ممكن حدا يقدر يمسك فيني. احد اهم الحوادث اللي لاجلها لقيت بهذا الاسم انه كان في مخلوق مؤذي كثير وديك الدجاج، ظليت اركض وراك رده فعل احسن ما هو يركض وراي، فلحقتني ما تديك، وانا لسه بعضني بركض عندي قدره، ولو كملت ركض من الفرح يعني انه خلص خلصت من هذا الكائن المزعج. فلقبني احد الشيوخ المحترمين جدا واللي له ذكرى عزيزه جدا بحياتي، وكان هذا الشيخ رجل دين لكنه علماني متحرم كل فكر العادات والتقاليد واثر بحياتي كثير. هذا هو سر الاسم. انا سليك عمار محمد حديفي، سوريا، جنوب سوريا، محافظه السويداء، اذا كانوا طبعا بهي المحافظه كونها هي نائيه عن احداث العنف بسبب قيمه الوعي العالي عند اهل هذه المحافظه والعلم طبعا والتاخي كاسره. ملحد منذ الميلاد، ملحد فطري يعني، ولدت على هذا الحال. طبعا ما كنت بعرف انه ما كنت مهتم انه انا ملحد تماما. كنت شيوعي، انتقلت من الشيوعيه الى الشيوعيه اليساريه، يعني اخذت نهج النهج الشخصي اللي هو الانسانيه او العمل الانساني، الارتقاء بالنفس اولا وبالمحيط الاقرب الى المحيط الاوسع. طبعا عندي مشروع شخصي. طيب سليك، رح نجي على كل هالمسائل هي. يعني قصتك بتشبه قصتي بصراحة، يعني أنا ولدت لعائلة متعصبة إلى أبعد الحدود، ولكن من الفطرة كنت ملحد. يعني خلينا نقول شو أثر عليك البيئة، شلون كانت البيئة حواليك كتدين؟ يعني أنت تميت ملحد يعني من طفولتك وترعرعت تميت ملحد، بس شو كان الجو اللي حواليك؟ يعني كان في تدين، كان في مثلا عدم تدين، شو كان الجو حواليك من الطفولة؟ لا، كان الجو مش محكوم برجال الدين، محكوم بحكم قسري برجال الدين، وأنا شخص ما بتقبل الأشياء بحكيها أنه أوكي صح، لا لا أبدا. أنا عندي رأي، أنا شخص مفكر من الطفولة، مش ممكن أنك تعطيني أمر، يعني إذا بدك تحكيني أي شيء بدك تقنعني ليه، لازم يكون عندك اسباب. انا بشرط الاوامر، مش انا برفض اي امر بدون مبررات واسباب واضحه. وهذا الامر، هذا الشيء ناتج من الطفوله. طبعا كل شخص ملحد، خلينا نقول مفكر حر، لانه فكره الالحاد عمره 3 4 سنين كفكر شرق اوسطي، لكن من قبلها كان فكر حر. كل شخص، كل مفكر حر هو عباره عن شخص نمرود بيفرض انسياب للغير او لنظام القبيله. نعم كنا محكومين برجال الدين، ورجال الدين الاوباش منهم مش الجيدين، يعني بالنادر حتى تلاقي واحد جيد تحتكم له. فكان في حاله ادائيه من الطفوله لغايه هذه الساعه مع المجتمع الديني. من طفولتي انا كان في عندي نظره كبيره كثير كثير كبيره، بعدين عرفت انه هاي نجوم اكبر من الشمس اللي احنا بنشوفها. ف خلقت تساؤلات عديده، انه ترى اذا الله موجود. انا كنت اطلبه باختبارات كثيره، انه محتاج انك اثبت لي نفسك شي مره. طيب اوكي، لما نمر بصعوبات ومشاكل يقولوا لنا هاي اختبار، طب يروح يختبر غيري، بس غيري للاختبار
ما انا طحلت يا اخي، اعطيني نتيجه الاختبار، ما كل شيء في نتيجه. وبيجي لك واحد بيقول لك انه خذ هاي المصلحه ماشي، قول سبحان الله 5000 مره بتنفتح لك ابواب الرزق. لما بتعرف الخبريه ليه انت ما عملتها، ما انت نور يعني. اذا انا عملت يا اخي مين بشيك لي على الرصيد؟ احنا قلت 5000 مره قد مين بشيك على الرصيد؟ ما في فائده، كله عبث ترهات. طبعا ما حد بالاخر ارسل اشخاص وسطاء مساكين ورثانين العبط ورثانين الجهل، كلهم انفسهم ما عندهم خلاص، ما عندهم اجتهاد باتجاه الخلاص. فتحول موقف اتجاههم بالفتره السنوات الاخيره من العدائيه الى الشر. بتمنى انه نقدر نفهم فيهم، بتمنى نقدر نحتويهم، بتمنى لانه عداء مع الاشخاص البسطاء والفقراء الخلق امر غير منتهي، حرام يعني، ظلم للانسانيه هذا الانسان ولكرامته. انه هو يا اخي مؤمن بانه خلصوا بهالكم ورقه او شوي طراطيف. اوكي خلينا نوصل لفكره انه اللي بايدك يا اخي ورقه، يعني انا مستعد اسقط لك تحكي لي عن الاعجاز العلمي. هذه قصيده سكس اللي نزل لك عليها كلمه وكلمه معجزات العلم بالاسباب. الموضوع منه فضحه لحجم ركع. خلينا نطلع من الوكر الصغير. صراحه كتبت مجموعه يعني مسألة ما بالفعل، يعني مسألة أنا بفكر فيها، كيف بدنا نفهمهم لهالناس اللي مقدسين الخرافة بالوراثة، ويعني مثل ما بقولوا غير مستعدين إنه يسمعوك حتى. يعني برأيك كيف ممكن ننقل لهم الفكرة، يعني إنه يا جماعة أنتم عم تعبدوا خرافة، عم تعبدوا وهم متوارث يعني. الأمر بسيط جدا 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 بسيط. كل ما علينا ان نحتويهم اول. اولا نحتويهم. اسمح لي اعبر. هون مقمعين بلغه التعبير، اسمح لي اعبر. اعطيه فتحه التعبير اللي هو بيرسل. من بعدها جرب انك تقدم له بعض الافكار. زي مقالات قصيره، كتب قصيره، مؤلفات قصيره. انا عندي بمكتبه الجروب حوالي شيء 80 مؤلف شخصي او بحث. انا على فكره ما في داعي ان نحن نحرمهم ب هذا الكتاب او شخصيه محمد بذاته. نحن كل ما علينا نقدم له اياه، نعيد تقديمه مره ثانيه باسلوب جديد، بطريقه جديده. نبسط الاحداث شوي، نوصل لهم فكره سهله شوي، لانه مش بالسهل الانسان يدخل على القناه. انا من حاله العناد اللي كانت عندي ما كنت اقبل منهم اي شيء. وكنت حابب. ما كان ممكن انه حدا يقرا ليله فاطمه. يعني اذا انت بتجرب انك عفوا مش انت كشخص، اي شخص متدين بجرب يطلع فيني التطليعه حد راح يدفع ثمنها بلحظتها، ما راح اجل وهي. فكنت انا دائما عم خوض حرب شرسه لتنتهي. بالاخر لقيت انه ممكن نلاطف الامور شوي، ممكن نعمل جسر من الحوار بينه وبينه، والموضوع انه راح يكون سهل كثير. يعني انا معروف بين اصدقائي المقربين المحبين بعالم الفيسبوك بعراب الملحدين، انه ما بدي اقول 1000 او 10 او 20,000 اللي انا عملته، خلينا نقول بحضنا انا، لكن ماني صاحب دعوه، لكن انا صاحب حوار. بغضب احيانا وبتمنى حالات الغضب انها ما تجيني دائما، لانه هي اللي بتقطع الطريق على التواصل بيني وبينه. لكن بالنهايه انا لما قدمت ابحاث والاخري لاحظ انه انا بصراحه لايك عجبتني مساله انك عراب الملحدين بالفعل. يعني انا بدي اياك تشرح لنا شو نشاطك، شو عم بتساوي، الجروبات اللي سويتها على الفيسبوك، ساعدت حدا من الملحدين، كنت سبب بانه حدا صار ملحد مثلا. بس قبل ما تبدا الحديث ما بعرف اذا في عندك مايك ولا شيء، لانه الصوت عم بيقطع شوي. المايك انا ما عندي، ما بستعمل لانه بيأذي لي بيت شوي. رح اجرب استعمل سماعه وخبرني اذا بيطلع صوت كويس. يا ريت. اي والله لا ما في مشكله حبيبي، نجرب ما في مشكله. يعني جربها لانه الصوت شوي عم بيقطع وفي كلمات ما عم تنفهم يعني. اوكي اوكي رح احكي على مالي كمان. تفضل تفضل.
عم تسمعني هيك سليك؟ عم تسمعني؟ اعطيني اشاره بايدك، انا عم اسمعك تمام. اوكي، صار هلا صوتك مسموع. فكنت عم بقول يعني انت عراب الملحدين، يا ريت نعم. تحكي لنا عن نشاطك على الفيسبوك، على نشاطك بعالم الالحاد خلينا نقول، ومع الملحدين. شو هو نشاطك؟ شو ساويت؟ شو يعني هل هالاشياء هي اللي حكينا فيها قبل اصلا يعني؟ نعم صديقي، أول إطلالات على الفيسبوك، أنا كنت، أنت تعرف انقلبت الحال في سوريا من الأمان المطلق إلى حال الحرب لا بشكل مفاجئ غير محسوب سابقا. لكن طيب هلا طيب نحن بتعرف يا ريت نرجع بدون مايك، لانه الصوت اعلى شوي والصوت نفسه هو تقطيع نفسه صار، فيا ريت نرجع على بدون مايك، بدون سماعات. اوكي، افضل هيك افضل. شكرا لك. من بدايه الحرب او الفوضى اللي حصلت في سوريا، ما اتجهت لحتى لا تكون ثوره ولا تكون تصحيح ولا تكون بناء للمجتمع الجديد، كانت عباره عن تخريب للحياه اللي قائمه. ابتدت حاله غضب داخلي، مش هيك فينا نصحح مجتمع ولا هيك فينا نبني. منها طبعا انا كنت بالبدايه، سابقا انا منقار لنظام حزب البعث، بعدين لما التحم صار الموضوع موضوع وطن، بطل موضوع شخص او موضوع مصالح شخصيه. لا، وقفنا بجانب سوريا، بجانب سوريا الوطن، مش سوريا الشخص، ولا سوريا هي عباره عن تتمثل برجل واحد اللي هو رئيس. فسوريا هي كل جمهوريه، والجمهورية بين الكحل والعمى، نحن اخترنا الكحل الحكومي والنظام أفضل من العمى اللي جاينا من القرن السادس الميلادي. صار في ردة فعل، صار في غضب، صرت مضطر أن أحكي بصوت عالي عالي جدا. طبعا ابتدت الاشتباكات زي ما بتعرف، انهارنا اقتصاديا، تعرضنا أضرار مادية هائلة جدا يعني لا توصف. طبعا تصور نفسك انه بظرف اسبوع تتحول من مليونير الى صفر، صفر او لا، وما دون صفر كمان. فكان الازمه الماديه قدرنا نتجاوزها بعد مده قصيره. في له صديق او اخ من الحياه، طبعا ما فيش اخوه حقيقيين، من ما فيش اس اصلا، بنيه اسره حقيقيه مش موجوده كام واب والى اخره. في اخ من الحياه كان موجود بجروب اسمه حوار مع صديق الملحد. طبعا تحيه لكل شخص لسه موجود بهذا الجروب، تحيه لادارته، الاخوه المؤمنين جميعا يعني بكل محبه. انا لسه متواصل معه كاخوه، كاحبه، كذكرى عاطفه اخي المرحوم. فقام طلب مني انه تعال شركه دردش معي، بس حاول ما تكون حد طبعا. هو كان شوي كثير روع يعني، حاولت اتعلم منه لكن انا مش ممكن اكون زيك. بعدين حسيت نحن محكومين لراي او رضا مجموعه اشخاص. لا انا ما في، كان طبعا بمساعده احد الاصدقاء بتاسيس اول مجموعه اللي كانت هي الانسانيه اللادينيه. طبعا كان اسمها اللادينيه، دخلنا فاعترضنا على تسميه اللادينيه، فطلبنا وجود الانسانيه لانه في عندنا اصدقاء مؤمنين بنحبهم كثير لحتى يشاركونا، فكنا نعطيهم فسحه. فكانت كلمه الانسانيه او استعمال مصطلح الانسانيه اللادينيه هي كمصطلح عمومي لشمل الكل تحت جناح واحد. طبعا تعرضت حسابات للتبليغ وللتهكير والى اخره من هي الالاعيب اللي حضرتك لسه فيها. خسرنا المجموعه، اتولى قياده هي المجموعه صديقنا بكل محبه وكان مخلص لهي المجموعه وبحبها كثير، تنازلنا عنها طواعيه. ماشي. طبعا عدت عملت مجموعه ثانيه اللي هي اتحاد الملحدين الاحرار، من بعدها شاركت بإدارة مجموعات كثير، كنت أدمن ب 18 جروب بوقت واحد، اضطريت استقيل من الكل، تفرغت لفضل صفحتي الشخصية، وطبعا بهالأجواء أنا لسه عم بتعرض لتبليغات وكل أسبوع يتسكر الحساب، فاضطريت إني أدخل بخمس حسابات بنفس الاسم بنفس الوقت حتى أقدر أقوم بواجباتي تجاه الأشخاص المتابعين ومحبتي واحترامي لهم جميعا، اللي معي واللي ضدي.
فبدي نحن حاليا بالفتره الاخيره يعني اخر سنه كنت مع صديقي الجزائري الحبيب، او انا بحب كل اهل الجزائر بدون استثناء، بمنتدى الحوار الانساني. ومن بعدها شكلت مجموعه حوار ثاني يكون ابسط، ان ما نكون عنصريين تجاه المؤمنين. انا بحبهم كثير، بحبهم يعني محبه حقيقيه. بحترم ايمانهم، بحترم بساطتهم، بحترم لغه تعبيرهم. وهلا يخلو الامر من تجاوزات، لكن نحن بنضل نحاول ان نبسط الامور لنوصل لجسر تواصل بريء نقي انساني شفاف. نتحاور لانه ما دام الحوار موجود اكيد رح نوصل للنتيجه. طبعا لهم اعذار اللي بعد شوي انا راح اتكلم عنها اذا سمحت. بكل تاكيد، بكل تاكيد اخي دليل. بس انا بدي اذكر اصدقائي انه من بس قبل ما نبدا الحلقه بربع ساعه سكروا لي حسابي ال واحد من الحسابات، فانا بترجم لاصدقائي اللي كانوا مراسليني على حسابي المسكر، اذا شفتوه مسكر يا ريت اللي ما عنده حسابي الثاني خلي يراسلني على صفحه الجهر بالالحاد من استطاع اليه سبيلا، او صفحه البرنامج، او صفحه صوت العقل، يعني بوحده من هالصفحات يا ريت يراسلوني، اذا لانه عندي رسائل كثير متواصل مع ناس وسكروا لي هلا الحساب يعني ما بعرف شو اقول لهالناس هي. على كل حال موقف سكروا حساب وحسابين و10 و20 انا راح بعدك يرجع لك حبيبي، بعدك يرجع الحساب، بعدك بعد منه يرجع حسابك هذا اللي تذكر ماشي، وراح ترجع تفرح فيه مره ثانيه. هي مجرد هي هجرة أخرى فلا تخيرة والسلام، مجرد معركة بسيطة، معركة بسيطة جدا. وشكرا لهم على الاهتمام انه سكروا لك حساب او سكروا حساب او اي شخص من الاشخاص، هذا دليل على انه نحن متحودين اهتماما. بشكرهم على الاهتمام ونتمنى نلاقي اسلوب اخر، نتمنى نتخلص من فكرة التبليغات. هذا انا ما عم بحكي بلغه الود والمحبه او الصداقه، لاني انا مقيم بمجتمع عربي او بمجتمع شرق اوسط كنوع من الخوف او نوع من الهدنه ما بينه وبينه. هدنه ما فيش، ما حدا يجربني بتطليعه لاني راح ارد، لكن انا عم بعطيكم فسحه من المحبه الاخويه. دائما 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 ايدي ممدوده لاي حوار. طبعا حضرتك كنت عم تسالني بنهايه السؤال الاول انه في حدا تاثر باسلوبنا او بنمط الحوار تبعنا. انا رح اخبرك اخي جان، احنا لما ابتدينا كنا عشرات الملحدين، يعني ومعدودين ومحفوظين وبنعرف بعض على مستوى الشرق الاوسط، يعني بدي اقول لك خلينا نقول مئات، ما بدي اقول عشان انا بعرفكم كلهم، لسه في قسم كثير من لسه ما لنا اصدقاء، وفي قسم من ارتاح على عالم الفيسبوك واختار حياته. لكن اليوم نحن ملايين ملايين كاصحاب فكر حر، من ما بين لا ادريين ولا دينيين وملحدين واشخاص علمانيين، خلينا الشيوعيين اللي لسه مراوحين، اوكي، لكن بالملايين صار الكل كاشف، صار الكل جاه، وياما بيوصلني رسائل بالخاص انه وكثير من الاصدقاء اللي خلق ادمن هون بجروبات وقائدين لمجموعات كانوا مؤمنين. ما عم بقول لك انه نحن حرضناهم ضد الايمان، لا، نحن اعطيناهم جرعه وعي وتركنا الطريق لهم، خيار حر، خيار حر ومفتوح دائما. تحمل برايك انه انا بتحملهم بذمتي؟ نعم انا فخور فيهم. بالنسبة لموضوع يوم القيامة، راح يكون في حوار كمان مسكر عليه. ماشي، بالنسبة لبحيرة الكبريت ماني خايفة منها. أنا كل ما أحضر فيديو عنها يعني حالي من الضحك. نشكر على هالأفكار، على الخيال الخفض، كيف بيصوروا حالة الرعب. ما أنا محتاجين نحن لهوليود تصورنا عشان رعب. ودائما بيتهمون انه انتم بتكونوا انكم طورتوا من القرده. يا اخي داروين ما اعتمد على دلائل كثيره، بغض النظر عن 27 سنه من البحث، بكفي ينظر بوجوه مشايخكم ليعرف انه يتاكد انه الانسان كان خير بدون دليل. هو ولو واحد يشوف الطعم الحيواني الحويني هذا مثلا ويقارنه بقرد له ده كان اكيد اكيد اقتنع انه بنظريه التطور اقل شيء، يعني الانسان تطور
من كائنات اخرى يعني تطور، نعرف نوعية التطور، بس ما كان قرد اصلا يعني. هو كلمة قرد، المشكلة المؤمنين يعني كلمة قرد ما فهمانين شو هي كلمة قرد. القردة هي تعني كل فصائل القردة، يعني ما في نوع معين قرد يعني. تفضل تفضل. فن الادين، الادين جدا يعني على فكرة سطحيين لحد انه خلاص. شو قال الشيخ؟ نقول وراء يعني طرطرة يعني يا عم خلي معك، ما فيش مبدا شخصي بالحوار، لا يفرض كلمات الغير، ما حدا عنده كلمه يحكي، ما حدا عنده مبادره الا غير مين؟ مجموعه اللصوص والدجالين هذول الكبار المعروفين. عندك بالنسبه للحوارين انا شخص بستمتع يعني لما بكون دخان، انا بدخل على شيء واحد من الفيديوهات على اليوتيوب وبقعد بشوف الخيال كيف بردح رداح، بصور لك الجنه وبصور دخلك هذول الغلمان شو بيسووا بالجنة، هذول الغلمان شو شكلتهم يا عيد شو ما اعرفش انا بقى انسان اخجل حقيقي افكر بروح على بيت دعارة، فكيف بدي اجتهد عمر طويل ماشي وشي جوع شي يصلي شي يصحى من النوم على بكير كرمال لانه اخر نهار فوت على بيت دعارة؟ هذا صحيح؟ هذا امي؟ طيب يا اخي انا قبلت وانا راح اروح الجنه، طيب ما سنه واثنين وثلاثه وعد وبعدين؟ ما هي ابديه الحكايه ما بتخلص، وبعدين شو عنده الله شيء ثاني خدمه؟ لا ناكل تفاح ونرجع نرجع على الارض. ترى جدنا ادم ما بيفتح حاله، ترى جدنا ادم كل ما تفاح، طب يا اخي صندوق تفاح ويرجع لك. جنة من ابعد السجود. ووظيفة الله للأسف الشديد، وظيفة الله يعني وظيفة نحن بنسميها عرصة، يعني لما بكون في كرخانة صاحب الكرخانة بجيب البنات بيقدمهم للزبونات نفس الشيء، يعني ما أظن يكون في فرق أصلا يعني. بالعكس يعني صاحب الكرخانة بجيب الزبون بيدخلهم بغرفة هو والبنت بيعملوا اللي بدهم إياه، ما بيشوفهم بس الله عم بيشوفهم يعني قدام عينه فرحان عليهم للاسف الشديد. طيب شوف يا عم يعني واحد ارسل لك مجموعه من خلينا نفترض انه هذا الوهم بتبنى وتبنى هذا الوهم مجموعه من الانبياء، خلينا نشوف مصير، اسمح لي انا بس نتداول مصير البعض منهم او اصحاب الرسالات منهم. واحد مات تايه بالصحراء اللي هو موسى، واحد مات مصلوب اللي هو عيسى، وواحد مات مسموم اللي هو محمد. طب احنا شو المصير اللي عم تفرجيني اياه؟ شو العبره اللي قدمت اللي هي؟ يعني بنفس الوقت اللي انا بشوف مسلم بن حبيب الحنفي اللي ادين بالكذب وقتل ما بعد وفاه محمد ماشي؟ عاش 115 سنه هذا الزلمه، كان عنده دعوه وسمي الاسلام على اسمه. يعني هلا بتشوف الدعوه الموسويه سميت باليهوديه نسبه ليهودا، الدعوة المسيحية سميت بالمسيحية نسبة للمسيح، الدعوة المحمدية ليه سميت بالمحمدية سميت بالإسلامية؟ نسبة للمسلم ابن حبيب الحنفي اللي هو صاحب الحنفية وديان. على فكرة كان عنده دعوة قبل الميلاد أبو محمد الافتراضي، فبالآخر قالوا عليه كذاب لهذا الزلمة لأنه كان بحلف وصح ديانة الرحمن، ومن بعدها ايش ديانة الرحيم كنوع من التوأم ما بينها وبين ديانة الرحمن، هي نوع من انواع العبادات الشيطانية. ولاحظ انه في عندهم مناسبة سنوية لتقديم الاضاحي تضحية بالدم بيتموا الاضاحي. طيب بيقولوا لك انه نحن بنضحي نسبة لانه ابراهيم ضحى، طب ابراهيم كان رايح يضحي للناس يعني لا تنسوا نوع من انواع الطقوس، واحد سمع صوت براسه راح يذبح ابنه. طب تعال نحن هلا بهذا العصر يجينا واحد سامع صوت براسه رايح ليذبح ابنه شو بنعمل فيه؟ ناخذه على المشفى المجانين، هذا واحد عمره الثاني هذا بقى بده اسي هذا مجنون هذا. سليك انا هون بصراحه يعني في عندي هيك سؤال يعني يطرح، انه هلا المؤمن او المسلم البسيط الغير متعلم، والاغلبيه غير متعلمين للاسف الشديد، حتى وكان عندهم متعلمين بدرجات حتى الجامعه يعني للاسف الشديد ما بعرف كيف بيفكروا، يعني ما بنقدر نوصل له فكره علميه،
بس هل ممكن نقارن بين الأخلاق المسلم وأخلاق الملحد؟ خلينا نشوف شو هي الأخلاق اللي يدعون إنهم المؤمن يكون على خلق، والملحد يعني دائما بيكرروا هالمسألة يعني إنه الملحد ما عنده أخلاق. خلينا نشوف وين مين ما عنده أخلاق، شو هي الأخلاق أصلا يعني. تفضل. شكرا لك. راح اسمح لي بالنسبة في موضوع يتعلق بالدماغ البشري، اللي هو الأميجدالا، نوع من يعني دماغ موجود بمقدار حبة الزعوز تماما بين فصيلين الدماغ. الأميجدالا هي تشكلت، وهذا الدماغ اللي أنا راح أسميه بمراحل التطور الأولى وبالذات بالمرحلة البرمائية. حاليا بسموه فلاديمير كانسيف سماه جهاز أنا العكس، الجهاز بيشتغل بدماغ الإنسان على مبدأ العكس، إنه بيعاكس كل خياراتك بالتطور ليحفظ أمانك. هذا الدماغ دائمي أو بيعطي للإنسان بشكل عام إعزاز دائمي بأنه بالجوع، بالأنانية، العطش، الحاجة للجنس. هذه هي المسببات الإنقاذ بهذاك الزمن، بالزمن الحالي البرمائي، لما الإنسان انتقل من علاقة بمحيط إلى مخلوق برمائي. طبعاً مرحلة التطور الأولى يسمى بدماغ السحلية كمان، يعني طبعاً يعني سيد جوردن هو اللي سماها بدماغ السحلية. هذا الدماغ بحاجة دائماً لكتلة الجماعة، بحاجة دائماً للانتماء، لأنه في عنده حالة خوف، حالة جوع. بالنسبة لإخوتنا المؤمنين، مع احترامي لهم، لسه دماغ السحلية هو الشغال دماغ، دائماً في عنده الإحساس بالجوع، بالخوف، بتهديد الحياة الشخصية، ما في جرأة بالمبادرة، أنانية دائماً. طبعاً أنا ما رح أتهون هون بالأنانية، لكن لأنه هم إذا قاموا بأي فعل أناني فهم عم بيشابهوا رسول الكريم. رسول الكريم كان أناني لأبعد حد. طبعاً في بحث بسيط جداً بوضع في بعض الأخلاق من ناحية الخوف، الجبن، الأنانية، طبعاً بحوادث تاريخية. أنا ما جبت شيء عندي، أضفت عليها بعض الآراء الشخصية كنوع من التعليق، زي أي تعليق ختمه بالفيسبوك، موجودين بملفات جروب حوارات الإنسانية. هذه الناس احتاجت لمجتمع لحتى تنطوي تحته وتضل بأمان، توقف تطور هذه المجتمعات تحت ظلال خيمة دينية. وجاك بعدين مجموع، اسمح لي مرور بسيط على الديانة المسيحية. بيتحدث المسيح طبعا بيقول من ضربك على خدك الأيمن أجر له خدك الأيسر، من طلب قميصك فاخلع له رداءك كان الله يكسيك، وإلى آخره. طيب يا أخي لو رايح فيني، يعني أنت عم تدجلني. وبعدين بيجيك أمور الإسلام والتسليم والرأي الشيخ وقبول المسلمات وإلى آخره بالإسلام وطرحات. طيب يا أخي أنت وين رايحين بهالبشرية؟ ليه عم تدجنوهم؟ ليه العقل العام او المنطق العام المفروض يكون حامل اي نوع من الديمقراطيه او حتى التساؤل؟ حتى التساؤل مرفوض على فكره من الاسلام. طبعا ما هذه المعلومه من مخفيه اكيد عليك. لما نحن بدنا نجي نقيم هدول البشر، اول شيء لازم ناخذ المعاناه تبعهم. بالنسبه لموضوع الاخلاق، ما عمره كان اي دين مصدر الاخلاق. طيب اوكي، راح اقبل الدين مصدر الاخلاق. فمصدر الاخلاق بيقول ان نحن نبيد مجموعة كاملة من سكان الجزيرة لأنهم نصرانيين ولا أنهم يهود، إبادة كاملة. يعني الأخلاق أنه نحن نعمل حملة شقفتين خشب من القدس تكلفنا مئات آلاف القتلى وتستمر لـ200 عام. طيب الأخلاق بأنه نقوم بأننا شخص بسيط جدا، إنساني جدا، جاي يقدم رسالة محبة وسلام، ليش نقوم ندقه خشبتين ونصبه؟ يعني اللي هو الدكتور أو الطبيب الحبيب، أنا بحبه لهذا الزلمة، كثير كان إنساني، كثير كان رائع، في بداية دعوته طبعاً هناك معه، فدقوه خشبتين وروح صلبين، يعني شو حكي الزلمة لسه بعده ما حكي كلمتين، لكن لأنه حدد المجتمع الدين. فهذا هو مصدر الأخلاق. طيب بالنسبة للملحد، دائما بقول انه او كثير، انا اسف انه هذا راح مرق بعض الجمل اللي دائما بالحوار بمرقها المسلم، انه
ليه انت ما بتمارس الجنس مع مقربين منك او مع محارمك؟ هذا دليل امنيتك انت، مش دليل ما في منه شيء فيك تفرضه عليه. هذا هوسك انت يا ابني، هذا محرماتك الدينيه اللي انت بتشتهيها، فلا تفرض علي قناعاتك. انا بالنسبه لي كشخص ما عندي حريه ممارسه جنسيه، منه الامر مباح، بالعكس هو امر تم بالارتقاء، اتحاد جسدين، منه فكره والله تيجي تقول. او زي اليوم في واحد عم بيسالني سؤال، وسؤال واهي جدا، عم بيقول انه اذا صديقك قدم لك زوجته، قلت له صديقي بنتي، ليه كان زوجتي؟ لمن هي انسان صاحب راي، يعني هذا للمرأة انه حتى لما بتحاورني بالالحاد لسه بقول له خي ارتقي. المرأة كيان مستقل، انسان. فشل اي علاقة زوجية ما بيعني انه المرأة هي الفاشل، لا، بيعني انك انت ما قدرت تتجانس معها، ما قدرت تتطور انت وهي. المشكلة غمام حتى العلاقة الجنسية بالنسبة لهم كذا، هذا كنوع من الأخلاقية بنظرهم بحكم الإلحاد. العلاقة الجنسية ما بين أي رجل وامرأة هي نوع متفاعلان، مش فاعل ومفعول به، متفاعلان، يعني نوع من التفاعل المشترك ما بين اثنين، مش فاعل ماشي كرجل ومفعول به كامرأة. بعدين مين فيهم بيفهم شو يعني جنس؟ من ممارس حيواني هو؟ منا نشوة جسدية فقط، نوع من الارتقاء الفكري. أنا كمان حكي هيك بفكر بالجنس، فلذلك الضابط الأخلاقي والرادع الأخلاقي موجود بحكم الاتفاق، بحكم المحبة، بحكم التواصل الحقيقي، التواصل الفكري حقيقي. منه طيب يا أخي ما أنتم عملتوا فيها على عمايل المرأة ولسه بعدكم ما خلصت من شركم. بالآخر كان في ما قبل الإسلام كان في وعد، وهذا هذه أسطورة أنا ما جاءوا عليها بأي دليل، كان في وعد للنساء. طب ما أنتم وعدتوهم بالحياة، هذيك كانت تؤد مرة واحدة وتموت وتخلص، بينما هي ما تخلص، لبستوها كفن كفن وهي لسه عم تتنفس، محرومة. يعني ما بدنا نحكي عن قصة الحرمة، يعني موضوع المرأة هو موضوع طويل كثير ما بدي أتطرق له بكل أبعاده، لكن أنا أشوف المرأة موؤودة بمدار حياتها، موؤودة من أي كرامة، موؤودة من أي قدرة على التعبير عندها، رح تربي جيل مثلها. نحن خسرنا نصف الثروة الاجتماعية بسبب نظرتنا اللا أخلاقية تجاه أخلاق المرأة. فحاجة يلحقونا بالبيت إنه الأخلاق والانحلال الأخلاقي، يا عمي روح لم حالك، ما أنت ملتهي بعيونك. واحد عم يصلي مرة طيب جل له 12 ركعة حلو شوي، قلت له بعد بينقصك ركعتين للضوي، يعني بعد بلزمك ركعتين بصير الضوي، أنت ناسي إنه مجرد ركعتين الصلاة فقط. 12 ركعة من الطرقات بس لأنه هاي البنت عم تمشي عمالة خربت بيته كمان شو عم لكم كراسة قرار. طيب أنا بذكر أصدقائي إنه راح أفتح السكايب بعد شيء 10 دقائق أكيد من هلا، يعني أكيد راح أفتح السكايب. طب في عندي سؤال هون أخي سليك، النتيجة بين التدين وغير التدين، العلمانية والدين، يعني الدين هلا صرنا بآلاف السنين الإنسان في مرحلة الدين. طبعا نحن كلنا بنعرف شو أسباب وجود الدين أصلا، يعني بس هل الدين مثلا شو اللي ثمار الدين، خلينا نقول شو أثمر الدين وشو أثمرت العلمانية أو الفكر المعتمد على العلم، خلينا نقول والفكر المعتمد على الغيبيات، شو ثمارهم شو نتائجهم؟ يعني هلا اذا حطينا مجتمع، خلينا نقول المجتمع البريطاني اللي انا عايش فيه، حطينا بسوينا كله اسلامي، بعد مثلا خلينا نقول 20 30 40 سنه شو راح نشوف في شكل هالمجتمع هذا؟ واذا شفنا مثلا اخذنا المجتمع السوري، خلينا بما انه نحن سوريين حطيناه بالنظام العلماني كنظام موجود ببريطانيا، بعد 20 30 40 سنه شو ممكن نشوف النتائج؟ يعني تفضل. شكرا لك. بالنسبه لما حققته الاديان للبشريه، الجواب بسيط كثير وسهل كثير، صفر صفر. انا بدي تشرح لي ليش، مشان الاديان يعني مساله كيف بتصير. تفضل. لسه بعضهم بالحالة البدائية، ولسه بعضهم بحثوا الإنسان على التسليم والاستكانة وقبول أوامر الآخر وعدم التطور، ولسه بعضهم ينظر للقضاء على أساس أنه نوع من الشر المقبل على هذا المهدد عايشين بقصص. طبعا ليش؟ شو السبب؟
اكتساب مصلحة. على فكرة نحكي بالنسبة لموضوع الأديان، يعني موضوع الدين المسيحي انتهى بوفاة المسيح، الدين المحمدي كمان انتهى بيوم، حتى مش بيوم دفنه، مسكين مات بعد 3 أيام حتى يدفنوه، بدل اختلاف مصالح قائمة قاعدة بالسخيفة ما حدا فاضي لحدا، فتأخروا عليه 3 أيام، مات يوم الاثنين دفن يوم الأربعاء، بدل ما حدا ريق لك أنت، أنت مت خلص خلصنا منك لسه في مصالح. انتهى الإسلام بيوم وفاة محمد، وانتهى الدين وابتدت المصالح، وكلها من الأجلاء قتلوا بعض. من أم المؤمنين ما حدا ظلمت منهم، أم المؤمنين عائشة ماتت هي وحمارة بحفرة بسبب خديعة معاوية، علي وعمر وأبو بكر كلهم ماتوا، قتلوا بعض، نوع من الصراع على المصالح. لو الأخ المؤمن بس بيفتح دماغه شوي وبيتساءل، طب كلهم رضي الله عنه أوكي، لكن كنتيجة حضرية نحن كسوريين اثنين، خلينا نحن المجتمع السوري كمصدر أو وحدة قياس، من بعد زنوبي ملك التدمر سوريا شو قدرنا؟ الجامع الأموي؟ طيب ما هو كان قائم بصفة كنيسة ممكن بها كمعبد وثني، هاي كل شيء قدمناه بيقول على بالكبريت، هاي أنت فيك تحسبها بحضارة أو بناء حضارة؟ لا أبدا. مصر، مصر الغالي الحبيبي شو عملت؟ هرم عم تسكع ونجيب لك كم مليار دولار حتى نعيش 90 مليون بني آدم، بالإضافة لبعض الموارد البسيطة اللي كانت سياحة رقم واحد. المغرب ابتداء من ليبيا الى الجزائر الى اخره. بس انا رب صراحه اعطيك اسماء الفاتحين. عبيد الله بن ابي السرح، مين هو؟ شخص مصلحي، اولا كان مرتد، وانا ببحث اسمه المرتدين الاوائل جبت سيره عبيد الله بن ابي السرح وشو نوع هذا من هذا، اول من كذب محمد وكان ناسخ للقران، كان يقول مثلا محمد شافع علي بيكتب حكم بصير يكتب من عنده، محمد ما كان يكشف الله، فقام راح على مكة محمد خلوا انه هذا الزلمه بالذات طبعا في كان في عنده بلاك ليست، بالاضافه الى زيد بن عفوا مجموعه من الاشخاص الكبيره، لكن كان في عنده بلاك ليست، واحد منهم هذا عبيد الله بن ابي السرح، لكن اجى تحت عباءه التواصل الرحمن، واحد بيقولوا له الله معه فلوس، فاجى تحت ومشي حاله، قام بعدين حصلنا اسلامه وقام جيوش الفتح بالمغرب، قام عطوه بعض الذهب، قالوا له خلص تخلى عن موضوع الرساله تبع، قال له موافق بدل ما تعمل اللعبه ماشي. جينا على بلاد الشام خالد بن الوليد اللي قام بديانة محمد بسبب خلافه هو ابو سفيان، قال انا حققت النصر، انا لي نصف الغنائم والباقي كلياته للجيش، لا انت كنت قائد الجيش لا فك، والى اخره خلاف شخصي، قال له انا رجع لك مع جيش بن محمد، قام انشق عسكري اختلاف مصالح، هذا اجى فتح بلاد الشام، واجى هذا اجى يبعث لنا رساله عمرو بن العاص اللي فتح هذا، ايمتى امن هذا اصلا؟ سيبك من قصه امه انه من اصحاب الرايات، ما شو قدموا للمجتمع العربي؟ شو نوع الحضاره اللي بنوها؟ بدك تحكي عن العلماء؟ طب ما 90% من هذول العلماء ملحدين و90% منهم ماتوا على يد الاسلام، من جابر بن حيان لأبن رشد لأبو العلاء المعري حتى محي الدين ابن العربي الفارابي وإلى آخره، القائمة طويلة جدا. طب هذول يعني لما واحد منهم أبصر ماشي وعمل عالم والتهب بالعلم وترك هذه الفروض الطاعة قاموا قتلوه بالآخر، هذا هم العلماء اللي أنتم عم تفتخروا فيهم، ما قدم شيء للأديان. نحكي شو قدمت العلمانية، أنا رح أحكي لك عن سوريا بآخر 10 سنوات فقط. لما تحررنا من الموضوع أكثر من 2000 من تاريخ سوريا الحديث بزمن بشار الأسد لغاية هذا اليوم، سوريا تطورت، الشعب السوري ثقف أكثر، توسع بالثقافة أكثر بحكم احتكاك بتطور ثقافاته. أنا مؤيد لهذا الكحول. سلايك أرجوك، أنا في مسألة كثير مهمة، أنه مسألة بعهد بشار تطورت سوريا، أنا ما أظن، يعني ما أعتقد بعهد بشار صار شيء إلا امتداد لوالده، يعني هو ورث الجمهورية وما فيها كما يورث الخليفة من والده الخليفة، فأظن السينمات أنا كنت واعي فيها وأنا عمري هالحسبة، هاي السينمات اللي تسكرت فتح معاهد التعليم القرآن للأسف الشديد في عهد بشار وأبوه، يعني شيء لا، يعني هو كلنا لما نعرف أنت سوري وأنا سوري نعرف هدول جماعة علي بن أبي طالب العلويين وهدول جماعة السنة، يعني فما أظن يعني لا عهد بشار ولا عهد أبوه، ولا يعني هو ورثه
ولو لو مهما كان يعني صح بشار، خلينا نقول يعني هل تستاهل دمار كل هالبلد هاي في سبيل يبقى في السلطه؟ يعني انا بقى لا أبداً لا يستحق وجود شخص واحد دمار شعب كامل، لا ابدا. لكن بعتقد الليبي، انا خبرتك ما بين الكحل والعمل، عندنا تجربه ليبيه قائمه من بعد معمر القذافي. شو صارت ليبيا؟ سوريا كانت نفس الشيء راح تصير. لا، نحن بحاجه لمظله واحده ماشي لنقوم بالبلد من بعضها. لكن هاي المجموعات اللي جايه من القرن السادس الميلادي وجاي تعلن الاسلام على سوريا وتقوم المجتمع، لا فشلوا هذول المرحله. انا مش موالي، انا قلت لك وانا واحد من المعارضين اللي كانوا المعارضين حاليا، يعني كتبوا فيني تقارير زمان وتعرضت للسجن عشرات المرات. ما فيش فرع تحقيق بسوريا عتب علي على فكره. الموضوع انه الولاء، لا انا موالي لنظام الجمهوريه، موالي للمظله الواحده، النقطه الجامعه، موالي لعدم وجود الكينيه الطائفيه، انه يعني كينيتك تكون طائفتك وانتمائك او قيمتك بالحياه تكون موجوده. معنا اتصال من الاخ خانو اظن، تفضل اخ خانو. جون كير حبيبي، اهلا وسهلا، تفضل خانو، تفضل. تحيه لك ولضيفك. اهلا وسهلا. انا بعرف انه ضيفك مصاب اصلا بقضيه يعني هيك، او نقول عليه العافيه. الله يعافيك. الله يرشدك. العافيه. جون بدي اسال سؤال بس. تفضل حبيبي. انه هل ضيفك كيف يرى الكون؟ هل الكون موظف؟ هل الكون منظم؟ فقط لا غير. طيب شكرا كثير لك خانو، شكرا كثير لك. بحب انه هو يجاوبني عليه. اكيد انه انسان مصاب، يعني هو عسكري وانا كنت انا عسكري وما زلت عسكري. بحب بس هل الكون منظم؟ اوكي. طيب سليك، هل الكون منظم؟ نعم الكون منظم، نعم الكون منظم ومحكوم بقانون اللي هو قانون التضاد والتجاذب المغناطيسي، قانون القطبين، قانون الثنائية. نعم الكون منظم 100% منظم، وهذا النظام في كلمته بنفسه. وفي اي شخص يعني زي قانون الرياضيات، خطين المتوازيين لا يمكن يلتقي، زي نظام المغنطة بأي مغناطيس البسيط، لا يمكن أنه نحن ندمج قطبين سالبين أو قطبين موجبين، لازم يكون في ثنائية القطب. نعم الكون منظم بحكم التضاد المغناطيسي، هذا هو نظام موجود بالكون. إذا بدنا نحكي عن النظام الروحي لتركيب الكون، نعم في نظام ثاني اللي هو أنا يعني أعتقد في لأبحاث خاصة في القراءات مطولة فيه اللي هو نظام الكارما. نعم في عنا لهذه الروح أيضا قانون تخضع له، نفس قانون التضاد المغناطيسي. الكون منظم؟ نعم منظم. الكون له إدارة؟ لا ما له إدارة، نحن إدارة الكون. هو أظن قصده قصده بالمنظم مو القوانين الفيزيائية الموجودة، يعني القوانين الفيزيائية اللي بنعرفها الجاذبية وغير الجاذبية. هل الكون هدف منظم يعني بهالمعنى هذا؟ اظن السؤال عموما يعني انا بالنسبه لموضوع وجود اداره لهذا الكون مستقل الكون، لا ما في اداره، ما في اداره مستقله او قاعده على جنب وحاطه كاميرات مراقبه ولاحق هذا الكوكب البسيط اللي هو مجرد حبه غبار ماشي بي 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 بي. على مستوى الكون لا يعادل وزن حبة غبار بغرفة. يعني كاميرات مراقبة كلها تركي كل هالمجرات وفقد المخلوقات اللي تعتبر مجرد حشرات بالنسبة للكون كله. لا نحن مش مركز الكون، ما فيش إله مدير بهذا الكون، ما فيش طاقة مستقلة على جنب قاعدة على جنب وناطرتنا لتحسبنا فيما بعد. الكون منظم بحكم كونيته بشكل كامل، حكم كماله بذاته. في عندي تعليق من ديانا بتقول مجرد ذكر بشار بهالطريقة مرفوض، أرجوك بشار مورمد هو باء ومثله مثل أي واحد يسعى للدمار. وبصراحة يعني أنا خالفك الرأي يا أخي،
سليك يعني هو بالفعل ما هو رمد، هو يعني سوى اللي لم يعمله أي قائد لا من بعيد ولا من قريب. يعني أنا أتفق مع الأخت ديانا بكل كلمة. في عندي تعليق ثاني من بقول مرحبا صديقي، رد على ديانا. تفضل. رأيها شكرا كثير على مروره واهتمامه الكريم. بس ما ننسى نحن انه بشار منه الطرف الوحيد بهالحرب، في طرف ثاني مقابل. ما فينا نلقي اللوم على جهه واحده، كل العالم شارك بهذه الحرب. اللوم موجود على الكل. يعني بالحرب دائما في سلبيات، والسلبيات موجوده تحت مسؤوليه الكل. ما فينا نلقي اللوم على اشخاص ثانيين، الكل ملام بهذه الحرب، الكل مدان، والشعب السوري هو الضحيه الوحيده. صحيح. لا المشكله اخي سليك، يعني المشكله انه هو الشعب السوري هو السبب. يعني الشعب السوري بشار هو من هالشعب السوري، يعني ما اجى من المريخ. العلويين شعب سوري ما اجوا من المريخ، السنه هن شعب سوري ما اجوا من المريخ. فالمشكله انه هو امتداد لمعركه الجمل. يا جماعه هاي نحن، هاي ثقافتنا هي اللي دمرتنا. ان كان بشار ولا غير بشار راح يعمل نفس الشيء. يعني هلا مثلا ابوه لما اخوان المسلمين بالثمانينات قاموا على حافظ اسد مثلا، حافظ اسد يعني اثر فيهم، سوى نفس طريق بشار، وكان ممكن يعني يفعل نفس افعال بشار لو مثلا مو بهذاك الوقت. فالمشكله في ثقافتنا نحن. انا ادين بشار بكل دقيقه، وبصراحه لا اريد ان اذكر اسمه يعني لانه بوجع لي راسي بصراحه، يعني بصراحه بوجع لي راسي، وما بدي احكي بهالموضوع هذا نهائيا. لانه ما هو يعني هو نتيجه لهالثقافه الموجوده عنا. نحن ثقافتنا ثقافه الموت للاسف الشديد. شعبنا شعب جاهل الى ابعد الحدود، لذلك عم نذبح بعض. يعني ويعني شعب جاهل معقول راح يجينا مثلا قائد متعلم؟ يعني اكيد راح يكون من هالشعب هذا. يعني في مثل العربي بيقول كما تكون يولى عليكم. يعني للاسف الشديد بسيطه كثير للكاتب التركي الساخر عزيز نسيم اللي هي تبا لنا معشر الحمير. طبعا جميل. زي ما حضرتك تفضلت، نحن الشعب اللي نتحمل اللوم الاساسي، اللي نحن نتحمل المسؤوليه اساسا. نحن علينا الشعب اصلا ما كان لاتجاه نفسنا اي مسؤوليه تحتني بالاخير نلقيها على فلان او علتان. طيب يا اخي خلينا نتوقف عن هاي الحرب. نحن كشعب فينا ناخذ هذا القرار، خلينا نتصالح. نحن بساعتين فينا نحل هاي الحرب، لكن المشكله انه وصلنا لمرحله من الاحقاد وتراكم هاي الاحقاد راح نورطنا عن طبنا نفسنا اليوم بحاله وعي. ومش ممكن نسلم هاي الراي لمجتمع ديني يقودنا لنوع من انواع الجهل والتدجين مره ثانيه. نرجع على بحب ان اذكر اي شخص مسؤوليه الشعب. في عندي اتصال كمان ثاني من ايدو، ما بعرف الاسم ما عم بلفظه مضبوط، يا ريت. اهلا وسهلا فيك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله والبركات، تفضل اخي. تفضل اخي. يعني احب ان اوجه تحيه لكم يعني والجهد الكثير الذي تبذلونه. شكرا لك. تفضل. وايضا اتمنى ان يصلح حال سوريا وتعود الى ما كانت عليه وافضل، وارجو ذلك. حبيبي شكرا. هذا كل شيء. اكيد اكيد انا بتشكرك. يعني المشكله يا اخي نحن بثقافتنا ونحن هذا اللي رايدينه. يعني هلا اذا بدنا ندخل مثلا سياسه معارض وغير معارض مؤيد، يعني المشكله طويله. ويعني نحن عم مين معارض مين مؤيد؟ يعني المعارض هو جماعه عمر وابو بكر وعائشه، والمؤيد هو جماعه علي، واثنيناتهم لاحقين محمد ابن الحرام هذا. يعني حيش السامعين يعني هو يعني لكي نتخلص من هؤلاء الصراعمة يعني بالضبط حل صغير يعني يمكن ان ندرسهم نعلمهم الدين تاعهم نعلمهم دينهم
بالضبط يعني بالضبط. وما سوف يحصل يعني سوف تنشأ عندنا مجموعة داعشية نحصرها يعني نديرهم في إطار أو نقتلوهم أو ندير لهم حل. أما المجموعة الثانية لتكون لا دينية أو ملحدة وننهض بالأمة وننهض بالمجتمع. بالضبط بالضبط. يعني مثلا هلا خلينا نقول بشار وفكره عروبي، يعني هو امين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، العروبيين اللي جونا من مكه يعني هاي دول. فالاسلام والعروبه وجهان لعمله واحده يعني. صح صح، اذا عربت خربت يعني. بالضبط بالضبط، يعني كما قال ابن خلدون يعني العرب اينما نزلوا، فما بالك بالفكر العروبي يعني. يعني هاي شفنا صدام حسين وحزب البعث شو سوا، شو الورث اللي حمل العراق للأسف الشديد من وراء صدام، وهي سوريا شو حمل الورثة من وراء حزب البعث اللي بسوريا يعني. صحيح يعني للأسف يعني للأسف يعني داعش وحزب البعث وجهين لعملة واحدة يعني، ما أظن يعني في فوارق كبيرة بيناتهم. هي البلدان التي سيطر فيها الفكر الديني وهذه الأشياء يعني هي اللي تخرب البلدان. يعني اذا كان بلد يمشي بفكر ديني يعني ماشي على الحكومه على الشعب مسيطر عليه فكر ديني، يعني البلد هذا راح يتخرب اذا طال الزمن او قصر، يعني البلد هذا راح يتخرب. اكيد 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 يعني. يعني للاسف الشديد نحن هاي ثقافتنا، هاي ثقافتنا، لو كان في عنا ثقافه غير هيك كان وضعنا غير هيك يعني مهما كان. طيب انا بشكرك كثير، انا بايد شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، معكم وندعمكم. شكرا لك، شكرا لك. وجه تحيه لكل الجزائريين يعني، تسلم المغرب العربي وكل العرب يعني. تسلم حبيبي، تسلم. شكرا. تفضل اخي سليك. انا اسف يعني انفعلت شوي بس للاسف الشديد يعني هذا رأي شوي طبيعي الانفعال. الإنسان اللي عنده كرامة الانفعال، لما فعلت لأجل كرامتك فلا شيء يدعو للانفعال. من واجب الإنسان ينفعل لأجل كرامته، من أجل الإنسان ينفعل لأجل إنسانيته وحق وجوده بالكريم، مش أي وجود. نحن منا حشرات بهذا الكوكب، نحن بشر نمتلك عقل نمتلك كرامة، لازم نحقق هاي الكرامة. أنا بحب أن ننتقل من موضوع سياسي لأنه هذا موضوع لا ينتهي، حال طرفين صراع بهذا الحرب. احيانا كثير احنا الانتماء مفروض علينا، انتماء مصالحنا او انتماء وجودنا او بيئتنا او الى اخره. الوقوف على الحياد احيانا بيكون من اصعب الامور انت تاخذه، منه قرار على الحياد ما بقدر اكون على طرف لانه شخص فاعل ومؤثر. فاخترت المظله وهذا خيار الشخصي ما نختلف انا وياك عليه، لانه نحن اثنين سوريين بنحب بعض، عندنا استعداد للحوار، عندنا استعداد لحل اي ازمه، اي خلاف تاريخي مستعدين نحله بكلمتين بابتسامة ممكن تنحل كسوريين كدم واحد. أما عندي خلاف مع الغرباء والدخلاء لا ينتهي، عمره 1400 سنة أكيد امبارح. طيب سليك سليك أشكر الأخ صديقة بتقول أنا سؤال للصديق سليك، ألا تعتقد أن الفكر القومي أو السياسي هو نسخة عن الأديان نفسها والقائد فيها نبي لأتباعه، وتقديس رجل السياسة تماما يشبه تقديس النبي أو زعيم ملة؟ أليس من يؤمن بفكر أو قانون يقدسه تماما تجده مثل أي مؤمن يدين بملة لا يقبل جدال فيها ولا تصبح تشدد، يعني بالنهاية تصبح تشدد. وهو تفضل تفضل. سؤال واضح. لا أبدا، ما في عبادة، ما في تبعية للعمى. أنا لما اخترت أني نفسي أن أكون المعارض الوحيد ببيئة اجتماعية متشددة وكنت أتحمل مسؤولية هذا الشيء، وتحملت مسؤولية ودفعت ثمنه 10 سنوات من حياتي. طبعاً ما كانوا 10 سنوات اعتقال، كانوا 10 سنوات قصر يعني معتقل ضمن حريتي، يعني ممنوع من العمل، ممنوع من التعاطي، ممنوع من المحب، حتى ممنوع أني أطلع به، وكان الكل محاصرني بنظراته كله. أنا معارض بالفطرة، ولما كنت أنا معارض للنظام السوري كان يكتبوا فينا معارضين اليوم تقارير. أنا ماني منتمي لحد العبادي، أنا منتمي لوطني، أنا منتمي لهي الأرض، أنا منتمي لهي الشعب المسكين المغلوب. ما في عندي أي قدسية للشخص الزعيم، مع احترامي لكل شخص على قدر المسؤولية بهذه الحياة. أنا ما يعني أنت كزعيمي منك نقطة النهاية بالنسبة لي،
وما في داعي سياسي. بعتقد انه اخذ حالي من ابو دي نعم انه في نوع من الاستعباد، لكن ما في عباد، في استعباد، لكن خياراتك محكومه بضمن مصالحك، انت لازم تنتمي لخياراتك. هذا ردي بالنسبه للاخ صاحب السؤال، وشكرا كثير له على الاهتمام، شكرا له على السؤال. بس دقيقة واحدة أذكر الاسم شما، عائدة جرع جزعة، عائدة جزعة بتقول، عائدة جزعة هي اللي عائدة فضل فضل أفضل. إذا ممكن تقول لي السؤال عائدة شو كان؟ هو نفس اللي جاوبت عليه انت لما قلت الدعم السياسي مثل شكرا عليك. ايون ست الكل ست الكل، احنا متفقين على هيدا 99% من الامور، ممكن نختلف بالامر بسيط. في الاخت كمان ديانا تقول اخي جان فيني اتواصل معك على سكايب بعد البرنامج؟ اكيد اكيد اختي، انا ممكن يعني انا راح اتصل فيكي، انا ممكن بس تخلص تخلص الحلقة أنا راح أتصل فيك. طيب سلايك، خلينا نطلع موضوع تاني، موضوع الإنترنت والثورة المعلوماتية اللي شايفينها. نعم. مثلا من 200 سنة أو 300 سنة خلينا نقول، الإنسان العادي بكل العالم، مو ليس فقط بكل أنحاء العالم، يعني المعلومات اللي كان يشيلها بدماغه حتى الموت، يعني كان معدل الأعمار تقريبا للخمسين سنة، المعلومات اللي كان يشيلها كانت تساوي لها صفحة صفحتين جريدة يعني. بس حاليا زاد معدل الأعمار بفضل طبعا التكنولوجيا الحديثة والصحة والعوامل الطعام النظيف وهالموارد هاي، زاد معدل الاعمار. المعلومات اللي بشيلها الانسان حاليا هلا، يعني هلا بكبسه زر على جوجل بياخذ معلومات جديده، يعني في كل نهار اذا بسمع اخبار فقط من فضائيات هالمعلومات تتكدس، يعني جرائد كثيره يحمل الانسان بمخه، كتب كثيره اصلا، يعني متوسط العقل البشري شايله في هالعصر هذا. برايك شو راح هو مستقبل البشرية بهالتقدم السريع لثورة المعلومات، لكثرة المعلومات الموجودة بداخل الإنسان، بفهم الإنسان، لوين راح نصل؟ شو الخطوات الجاية بالسنة القادمة مثلا؟ يعني تفضل. نعم، وضح سؤالك، شكرا لك. أنا بالنسبة لي أنا جدا جدا متفائل، وشايف إنه هذا تراكم هذا الكم الهائل من المعلومات راح يودينا لمستقبل أفضل. فنحن لازم نلعب دور الانتقال للأفضل ونكون جسر عبور حقيقي، نبني مستقبل لأولادنا. هاي المعلومات قيمة جدا، عصر التواصل السريع هذا والقدرة على الاتصال، أنا جدا سعيد جدا جدا، حاسس بسعادتي إنه أنا عم بتواصل معك، أنا من في بيننا مسافة طويلة جدا، هذا نوع من السعادة، نوع من الرفاهية، أنا راح أعتبره كمان نوع من أنواع تكييف البيئة والتطور والتكيف معه. الإنسان لسه محتاج لأساليب أكثر للتطور. أفضل أنواع التطور اللي أنا عم بحلم فيها وعم بسعى لها عم بجتهد عليها، التخلص من العالم النقدي، التخلص من حالة الاستعباد. عندي مشروع كتير كبير بهذا الموضوع، بتمنى يكون خاصة في هذا المجال. هذا اللقاء التعريفي أنا بشكرك عليه، بتمنى يكون في فرصة تانية احتني نحكي عن مشروع المستقبل الممكن المجاور. نحن في عنا بالإمكان تماما. الفكرة عازل نفسي بالسنة الأخيرة بعد الإصابة، أنا عازل نفسي تماما عن مشاكل المجتمع وما بسمعش أخبار على الفكرة إلا ما ندر، ممكن خبر يمر بالفيسبوك بقرأه فقط، ما لكن ما بتوقف عنه ولا بحاول أني أعطيه فرصة أنه يؤثر علي، لأني أنا عايش بالممكن المجاور. بضمن هذه الحرب الضروس جدا أنا قادر أن أحقق السلام إلي ولمحيطي وللأسرة المستقبلية اللي أنا عم أبنيها. نحن بإمكاننا نبني المستقبل، بإمكاننا نتخلص من الحرب الافتراضية المفروضة علينا. اسمح لي أطيل شوي بهذا الخصوص، نظرة تجاه المستقبل. نحن من لما منولد بيخلقوا لنا حرب افتراضية،
نوع من العدوانية تجاه مجموعة معينة، زي عدائيتنا تجاه السنة والشيعة، زي عدائية نظام سياسي، زي نوع من أنواع الخلافات لحتى يكون في قيادة ويقودونا بيجرونا بهذا التيار. أنا برفض أن يكون في عندي عدائية تجاه أي شخص بهذا الكون. راح أتخلص من هذه الحرب الافتراضية، راح أبني نفسي من جديد، راح أعتمد على موارد اللي أنا بمتلكها، أولا موارد الشخصية، ثانيا موارد البيئة، ثالثا موارد المستقبل. ما راح أهدر ولا أي نوع من أنواع الموارد، ابتداء من المرأة نهاية فيني. أنا كنت بتمنى لو هلق لو بتعطي فرصة أطول من الوقت، لأنه في عندي تعقيب على بعض الحلقات لأصدقاء بحبهم كثير، متابع دائم لهم زي كريم العبيدي وشريفة. أكيد أتمنى. أكيد راح أعطيك الفرصة، بس في عندي اتصال كمان. يعني أنا سعيد جدا بالاتصالات من أصدقائنا. راح نطول الحلقة قد ما بدك سيرك ولا يهمك يعني. طبعا اتصال من فيفا، الاسم صح بصراحة يعني وشوي غريب. تفضل. أسمعك تفضل. تحية لك وتحية لضيفك سيك. أنا بيفالدي من بلجيكا مغربي. أهلا وسهلا. شكرا لك. أنا أتابعك يا جارب وندوز، وكنت تكتب في الحوار المتدني قصائدك. تسلم حبيبي تسلم. بالنسبة لنا نحن يا جارب نحن الوحيد القدامى. أنا وحيد منذ سنوات. اكتشفت زي في الإسلام في وقت لم يكن فيه هذه الثورة المعلومات والاتصالات والفيسبوك التي كانت تمكننا. كان عندما شخص يتشارك معك الأخبار هذا ييسر الأمر بالنسبة لك، أما عندما تكون وحيدا خصوصا في المجتمع مثلا تكون تعاني نفسيا لأنك الوحيد الذي يحمل هذه الأفكار والآخرون الذين يتشاركون معك الأفكار، فتحس معاناة وتنتبك بعض الأفكار. هل أنا يوسوس بي الشيطان أفكار من هذه القديمة؟ ولكن من مزايا الإلحاد وهو أنه يجعلك ترى العالم تماما بدون مثاليات، وأيضا تصل إلى حقيقة هذا على أن الخرافات الجن والملائكة والشياطين وسلاحف النينجا غير موجودة تصل إلى قناعة أخرى، وهي أن الخير والشر نحن الذين نصنع الخير. الخير والشر قيم إنسانية، يعني لا يوجد خير مطلق ولا يوجد شر مطلق. الخير والشر هي قيم إنسانية متغيرة حسب الزمن والمكان. وبالتالي تصبح نظرة الخير للعالم عكس المتدين. المتدين بالنسبة له نظرة أحادية، هناك خير وهناك شر. لكن بالنسبة للملحد هناك شر وهناك أقل شر، وهناك خير وهناك أكثر خير. وهذا يعود فقط للنقاش حول بشار وحول. طبعا أنا لن أسمح لنفسي أن أجزم في أمور تخص سوريا خصوصا وأنك وسليك سوريان، ولكن أنا أتفق مع سليك أن بشار هو الأوضاع أحسن من عدم وجود بشار، لأن لو ذهب بشار لقد غير القذافي. أنا كنت مع سقوط القذافي، ولكن من الحماقة الاعتقاد في دولنا أن اختفاء الدكتاتور سيجلب الديمقراطية. طيب أنا أسألك سؤال أخي، هلا بالنسبة للقذافي، خلينا نروح على القذافي. يعني برأيك هلا لو القذافي باقي، أنا طبعا ضد اللي بتعرف، أنا أكيد ضد داعش وما يجري في داعش، واللي يحصل في ليبيا حاليا هو انعكاس للثقافة الموجودة أصلا يعني. بس هل القذافي لو بقيان 200 سنة ماذا كان سيحدث؟ يعني شو كان بده يصير بالشعب الليبي؟ أصلا التجهيل اللي صار في عهد القذافي أدى إلى النتيجة لما سقط. لو كل دكتاتور حين يسقط، وكل دكتاتور راح يسقط، يعني ما في دكتاتور يبقى، وكل دكتاتور يسقط بعده بده يصير خراب. يعني هذا شيء عن يعني شفناه ملموس عمليا، يعني كل البلدان اللي سقطت فيها الدكتاتوريات صار فيها خراب. ف يعني جماعة القذافي الى اين؟ يعني هلا اذا حكم القذافي من هون ل 100 سنة ليبيا يعني راح صائبة إلى حد كبير. أنا لا أدعي أني أمتلك الحقيقة المطلقة، ولكن ما تقوله أنت مثل الطبيب
جفاح الذي يرى أن العضو أصبح متعفنا ولا بد من بطره، والبطر طبعا شيء لا لا لا, لا أحد يحب أن ترى منها قدمه أو ذراعه أو ساقه، ولكن في بعض الأحيان لا بد من البطر، والبطر هنا عندما نبطر الديكتاتور أنه ستقع الفوضى وسيقع القتل. بالحقيقة وجهة نظرك وجهة صائبة، وأنا صعب علي أنا فقط رأيي. أكيد 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 هو يا أخي المشكلة بثقافة الشعوب، ثقافة الشعوب هي اللي تولد الدكتاتوريات وتولد هالخراب هذا. يعني ليش الشعب البريطاني ما بيتقاتل هلا مثلا، يعني بين مسيحي ولا أرثوذكسي ولا غير أرثوذكسي، ولا ليش ما بيتقاتل الشعب الإيطالي ولا الفرنسي ولا الألماني؟ يعني هي المشكلة بالشعوب نفسها، الشعوب هي اللي تعطي هالخراب. هي أصلا مين عم بيتحارب؟ يعني بشار هو عم بيحارب مثلا جماعة الإخوان المسلمين أو قائد الإخوان المسلمين؟ لا، الشعوب هي يعني هن المقاتلين بالجيش السوري هن العلوية، والمقاتلين بالمعارضة هن السنة من حلب من الشام من حما من حمص، هدول هن نحن. يعني المقاتلين بالجيش السوري هن من الساحل السوري، أنا خادم بالجيش بالساحل السوري بعرف كل تفاصيل مجتمعي، يعني أنا وولدان بهالمجتمع هذا. فالمشكلة بالشعوب وليست بقادة، الشعوب هي تعطي القادة، هي اللي تفرز القادة. المشكلة وهو أن شعوبنا منذ محمد رسول الإسلام مرورا بالعصور الخمسة والعصور الأربعة والعصور الخمسة والعصور الأربعة والعصور الخمسة والعصور الأربعة والعصور الخمسة ديكتاتور دموي يحكم بالنار والحديد، فهي أبدا لم تعرف حرية الرأي ولم تعرف أبدا المواطنة الحقيقية لمن عاشت وسطت على رسالتها. وهذا هو المشكلة، أن المشكلة جدا هو أن الشعوب العربية ما يصطح عليه الشعوب العربية. طيب أنا بتشكرك كثير أخي، بتشكرك كثير، وأنا يعني الحلقة مشان ما نطولها كمان نطول على أصدقائنا، فبدي أعطي شكرا كثير لك أخي، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. تفضل أخي سليك، الميكروفون معك مثل ما قلت، وكندك تقول عن الأصدقاء كريم العبيدي وغيرهم ذكرت، تفضل. اولا بالنسبه ل راح اخذهم بال لا ما راح اتناول الشخصيات كثيره، احتراما لوقتك ووقت الاخوه المتابعين، راح اخذ كريم وشريف اليوم. طبعا ما راح ينحرم حدا من حقه كليات، وراح ياخذ اذا ما تم بهذا اللقاء راح اسلم عليهم واترك لهم وجهه نظري. لكن بالنسبه لكريم عبيدي بالذات كشخصيه رئيسيه، كوني انا متابع دائم لكريم، بحمل كل الفيديوهات ولحتى اني احضرها مره واثنين وثلاثه، لانه بيحمل كم هائل من المعلومات الجيده والوثائقيه، واعتبره ارشيف ومرجع تاريخي. الشخص اولا ما بينتقد حدا، بيستعرض الاحداث كما هي، بيعطي وجهه نظره، هي وجهه نظره على مسؤوليته واستعراض الاحداث جيد جدا. لكن بالنسبه للمصير والمستقبل والواقع الراهن، المشكله اللي طرحها ببرنامج البط الاسود بلقائه مع اسماعيل، ببرنامج الجهد بالالحاد باللقاء مع، انا بحب اني اقول له لكريم، هو كان عم يحكي عن الإمكانيات، وفشلنا نحن بتقديم أي شيء للمجتمعات المتحضرة التحتانية تدعمها. أصلاً نحن، أنا بحب أن ألفت نظر، نحن مش أننا محتاجين دعم من حالة، نحن محتاجين دعم من أنفسنا، محتاجين نربي نفسنا ونربي محيطنا المقرب بشكل جيد. موارد موجودة، إمكانيات موجودة، وأنا عندي مشاريع كثير لحتى النهضة الاقتصادية على مستوى الشبابية، وعملت مجموعة مشاريع صغيرة على الفيسبوك، نقدم لكل شخص المشروع اللي بيتناسب مع هواياته لحتى يبني ثروته الاقتصادية الخاصة. ركزت كثير على المرأة لأنه بمشاريع كثير وأفكار كثير شخصية لحتى تعمل داخل بيتها من غير ما، لأنه أنا مقدر ضرف الحصار اللي هون فيه. فمشروع التنمية الفردية هو مشروع مهم جدا، نحن اللي لازم نحمل لواء المستقبل، ما ننتظر من حدا شيء. هاي طيب أخواننا السوريين بكل محبة مع أسف البالغ لكل من تعرض للضرر من خلال حرب وهاجر على أوروبا، أنتم رحتوا على أوروبا لكن ما صرتوا أوروبيين، أنتم محتاجين لأوروبا،
نحن محتاجين الامكانيات الفرديه، لازم نبني شخصياتنا اولا وبعدين نقول لاوروبا بالسلام عليكم، وبعدين نقول للعالم شو بدنا. اولا نحن ما عندنا شيء. نعم انا موافق كريم، نحن ما عندنا شيء لان نحن ما عملنا شيء. بدنا نلوم على الاخر، لازم نبني نفسنا اولا. وكريم هو حبيب بسوريا وزار سوريا سابقا، انا هلا بدعي لك كريم يتفضل يزورني بسوريا. هو كان عم بيقول انه المجتمعات المؤمنين لهم شبكات كان يزور. يا اخي اطلب من اي ملحد انك تزور بلده وراح يستقبلك هو بالمطار شخصيا وعلى ضمانتي شخصيه بهذا الظرف اللي هي موجوده في سوريا. انا بستقبلك وراح تشوف سوريا بامان وميت اهلا وسهلا فيك. انا هلا قادر على سوريا، بستقبلك ببلدي وراح احطك على راسك، تكون سعيد بزيارتك لسوريا وراح ننسى الذكريات القديمه، متواصلين بالمحبه، ما محتاجين لتنظيم، ما محتاجين لشبكه، نحن متواصلين بالاخلاق، متواصلين بالانسانيه. انت يا كريم في مكانك البعيد بتونس ما لك بعيد عن هذا العالم، على الاقل انا بسوريا سمعت صوتك، انا قبلتك، انا حبيتك، انا بنتمي او لا ضيف معزز مكرم. وبهي الايام لا تفكر ان سوريا تدمر، لا، لسه الشعب السوري حي، لسه الشعب السوري زي ما انت بتتذكره مضياف. انا بقدر على سوريا، فلذلك انا بدعيك على سوريا، بدعي اي شخص حاسس بانه بعدم الامان، حاسس بانه بحاجه لشيء، انا بدعي على سوريا اهلا وسهلا فيك. لسه مجتمعنا مفتوح، لسه نحن قادرين نبني مجتمع جديد. بالنسبه ل التطور مع الاخر، نحن انا بدي اخترع جهاز كمبيوتر، ما في داعي بلش من الصفر، فينا نستعمل الامكانيات الموجوده حاليا وابني على اساسها. بدي ارجع للصفر، لازم نعتمد على الموجود، لازم نستغل وسائل الحضاره المتاحه ونبني حياه جديده. لازم نستسلم، المشروع موجود، الفكر موجود، الامكانيه بحاجه للتحفيز، نحن بحاجه دائما نحفز هذا الشباب، بحاجه لما نتخلى عن نصف ثروه مجتمعنا مقابل خلاف ديني. ما ننقسم لقسمين مؤمن وملحد ونقع بصراع زي الصراع الازلي اللي لنا 1400 سنه على القرنين بصراعات يعني تافهه جدا. عم نختلف على شيء ما له موجود او موجود يا اخي بوجهه نظرك، انا قبلان وجهه نظرك تجاهه وانت حر اعمله براحتك، لكن لا تجرب تجيبه معك تحمله على ظهرك تنزله على الطريق. هذا مصيبه، ممنوع الله يفوت على ورشه انا بشتغل فيها لانه بس يزعل هذا. اسف. احنا بحاجه نبني افكارنا. فنحن مستعدين وعنا الامكانيات وعنا الموارد، لا حدا يفكر نحن محتاجين موارد من الاخر، موارد موجوده، اي شخص بحاجه لفكره انا مستعد اقدم الفكره والاستشاره، مستعد وراح ضلني الى فينا نبني اسرنا وفينا نبني اسر جديده. ما نهمل هذا الطفل اللي موجود بالشارع، لازم نتبناه ونحتضنه حتى ما يتحول لعدو لنا. ما ننظر لهي النقد، نتهم الناس باخلاقياتهم وهذه جيده وهذه غير جيده والى اساس ظروفها. انا بعرف اشخاص ملائكه باحساسهم، ملائكه بعطائهم، مضطرين يقوموا باعمال ما جيده. انا مثلا بعرف او تعرفت عن جديد طبعا من بعض شريفه، تعرفت على بعض الاشخاص المسلمين. هذا رح خلي للرد الاخ شريفه، لكن بالنسبه لكريم انا بشرك يا كريم انه الحياه قائمه بالخير والمستقبل جيد. ونحن متواصلين معك وانت منك بعيد عن هذا العالم، قادر توصل لاي مكان. بالنسبه لانتقالك من مجتمعك لاي مجتمع اخر، انا مجتمع بيستقبلك اهلا وسهلا فيك، بذكرك على الحساب. بالنسبه اخي سليك، نحن بس وصلنا لاخر الحلقه، انا بدي عندي سؤال اخير لك، كيف بتقيم حمله اجهر؟ اولا مشروع جيد جدا، انا سبق خبرتك انه انا مشهور بمجتمعي بهالحاله، لكن حبيت اني اطرح نفسي كشخصيه اجتماعيه جديده ببرنامج اشهر، لانه قلت لك اولا بدافع عن النخوه الحال الانسانيه الحميمه. ثانيا في كثير عندي اصدقاء على مدار السنوات الماضيه لسه ما التقينا وجه لوجه، ما فيني اقول لهم حبيت اطرح نفسي كشخص حتى ما يتوهموا او يتخيلوا انه انا شبح او شو يوصفوني. نعم برجع بحب ابعث مثالي، انا شخص ضد الديمقراطيه لانه 10 حمير اكثر عدد من 2 عاقلين، فما رح نسمح للحمير يحكمونا. انا ضد الحريه المطلقه اللي لازم خلق قانون اجتماعي جديد لحتى نبني مجتمعات جديده.
انا بتقبل الفكر الاشتراكي الشيوعي اللي بيناصفني معك بنفس الحياه ونفس القدر من الكرامه بدون ما يرفعك عني، ونعمل مجتمع اشتراكي جديد بدون ما نحكي مع التجربه السوفيتيه او الصينيه. الامكانيات والموارد، برنامج الجهر للحد عم بيطورنا اكثر بانه بيعطينا فرصه للتعبير. كل انسان بهذا العالم العربي مقموع رايه، محتاج لمساحه من التعبير. انا بنصحه يجرب نفسه مع هذا البرنامج. شكرا لك. انا شكرا بصراحه، شكرا بتشكرك سليك على الموقف، يعني انه انا اشجع اصدقائنا كمان انه يجهروا بافكارهم اللاغيبيه، خلينا نقول الافكار العلميه، حتى نقدر نفهم مجتمعنا، لانه مجتمعنا يحترق يعني نتيجه لهالافكار الغيبيه. يعني نحن من سكه من اليمن لحتى المغرب، يعني كنهر تفجير هون تفجير هون، بغض النظر مين عم بيفجر ومين عم بيحرق ومين ضد مين ومين مين اتباع فلان واتباع علان، بس هذا واقع منعيشه نتيجه للافكار الغيبيه هي اللي نحن بامس الحاجه انه نتركها ونتخلى عنها حاجه، يعني بكفي. طيب كلمه اخيره بتحب تقولها اخي سليك؟ تفضل. كلمه اخيره، شكرا لك انه وصلنا للنهاية. انا ما حسيت بالوقت الحلو كيف مر معك. اولا انا بحب اني اقول لك الاشخاص اللي حاسين انت خايف من لا شيء، بامكانك تحكي، بامكانك تظهر، انت بتمتلك كرامتك. اي مساعده انت محتاج لها فهي صفحتي مفتوحه. مؤمن ملحد ما بيهمني، ما بيهمني اسمك حتى، فتعالوا انا تحت امرك، راح اساعدك كيف تبني شخصيتك. عندي بعض الافكار تجربتي الشخصيه راح اقدم لك اياها على طبق منتخب. اجهر اجهر لك، اجهر بالحاله. بكل تفضل رحب، انا بتقبل كل شخصيات الناس. حتى لو كنت مؤمن، اجهر بايمانك يا اخي. يا اخي يمكن انك انت بس ما تجهر بايمانك. ما محتاجين يجهر شخصيتك. بحب ابعت رساله تحيه وحب لشريفه. انا ما نسيك يا شريفه، الوقت دهمني. عندي رساله لكل مراه وكل شخص صديق مثلي جنس، لكل انسان من المجتمع. نحن عم نخسركم، نحن عم نخسر بناء الحياه معكم بحكم مجموعه تقاليد بالي لا تعنينا ولا نعنيها، وماتت وتعفنت مع اصحابها. رح ننهض من جديد، رح نبني حياه جديده. نحن ما بنعرف شو بدنا نقدم لكم. نحن اذا بدنا نحاول حر المراه او مثل الجنس او نعطي حقوق، نحن خايفين ندخلكم بفوضى اللي نحن شايفينه. نحن ما بنمتلك شخصياتكم، عبروا انتم شو بدكم لحتى ندعمكم. نحن موجودين للدعم يا شريفه، مستعدين ندعمك، كل مثل الجنس مستعدين ندعم كل مراه مجموعه، لكن انت خبرينا شو بدك لحتى لما نقدم لك حلول جاهزه. بسبب حمله تحرير المراه من بعد من الستينيات لليوم اللي نحن خايفين دمرناها اكثر. ما راح نقدم لكم حلول جاهزه، قدموا لنا طلباتكم ونقدم لكم حلول. بشكرك كثير جاد. سلام لكل الاخوه المتابعه جميعا. شكرا لكل مين تفرغ لحتى يتابع سليك. محبتي لك. بشكرك كثير اخي سليك على الوقت اللي اعطيتنا اياه، وبرجع بذكر اصدقائي انه من ساعه قبل ما نبدا الحلقه سكر حسابي. انا مراسل كثير من الاصدقاء، وانا بتمنى من اصدقائي انه يراسلوني على حساب صفحتنا و اي حساب ممكن يتواصلوا معي، لانه ما بعرف اذا بقدر يرجع لحسابات او ما بقدر يرجع، لنشوف كيف بدنا نتعامل مع الحساب هذا. وبشكركم كثير اصدقائي، وانا رح بكره معنا حلقه مع الاخ احمد حرقان، بتمنى تكونوا معنا على بنفس الموعد الساعه 8 بتوقيت لندن. وبشكركم كثير على المتابعه والى اللقاء. شكرا لك اخي سليم. شكرا كثير لك. سلام لاحمد حرقان، سلام محبه بالغه، يعني رجاء ان توصل كامل. أكيد. الكلمات ما لها اجنحه. اكيد رسولي بهذا السلام. اكيد على احمد اسماعيل. شكرا لك. شكرا لك وشكرا لكم اصدقائي. الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء. سلام للجميع.